اولا احنا كلنا بسطاء لكن كلنا نجيد اللغه العربيه ايضا. صحيح. فبطبيعه الحال نظام المعاملات المدنيه هو يستند الى قواعد كليه، هذه القواعد الكليه وضعها علماء الفقه وعلماء اصول الفقه، هذه القواعد تتميز بالعمق والايجاز. فقاعده مثلا التابع تابع، لما يقرأها شخص يقول إيش معنى التابع تابع؟ صحيح. لكن هذه القاعدة يندرج تحتها من التطبيقات ما لا يمكن عده ولا إحصاءه. أعطنا مثال عليها. فمثلا التابع تابع يقول علماء الأصول وعلماء الفقه أنه لا يباع القفل بدون مفتاح، فكيف لك أن تبيع قفل وليس معه المفتاح؟ فهذا البيع لا يمكن أن يكون بيعا صحيحا، فالتابع تابع. هذه صورة للمعاملات المدنية التي يجب أن الحقيقة إحنا دخلنا في عمق أصولي، لكن خلينا نتكلم من زاوية أعلى شوي. في لقاء سمو ولي العهد قبل 3 سنوات تقريبا تحدث عن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وحجمه 5 مليارات، كيف نستهدف 17 مليار ريال استثمار أجنبي في السعودية ونحن ليس لدينا نظام معاملات مدنية. المستثمر الأجنبي يقول كيف تخترع لي شيء ما هو موجود في الأنظمة، وش هو القانون المدني عندكم؟ فالقانون المدني عندنا هو نظام المعاملات المدنية المستمد أيضا من الدستور من القرآن الكريم. لذلك تعتبر المملكة في هذه المرحلة انتقلت نقلة كبيرة جدا مع صدور نظام المعاملات المدنية، الحقيقة شموليته أكبر من أن نتناوله بصورة